حدث فني لافت. طبعا امبارح تفرجنا على تقرير عن الاوبريت في افتتاح سوق عقاض. طبعا الاوبريت هذا انا بالنسبه لي هو اداء تاريخي بشقيه، بشقه الفني ومضمونا ايضا، لانه اعادنا الى الذاكره لبدايه سوق عقاض، فسموه اوبريت عرب 501 ميلادي. طبعا هذا الاوبريت كان بمشاركه فنان العرب محمد عبده، كاظم الساهر وكارول سماحه. لفتني جدا جدا اداء فنان العرب التاريخي، خلينا نشوف. وترى هناك بضاعة موزونة، وترى هناك قصيدة تتبضع، والورد يرنو للبهار بريحه، وبخوره في جوه يتضوع. لوجدت أقطار الدنا تتجمع، فهنا من اليمن البعيد بضاعة، ومن الشام بضاعة تتنوع. رمز التجارة نحن بل روادها، نحن الأوائل والخلائق تتبع. يا صخرة العرب القديمة، إننا عند العهود نخط مجدا يسمع. أعكاظ أبشر، إننا في نهجنا نحو التقدم عهدنا لا نرجع. أعكاظ أبشر، إننا في نهجنا نحو التقدم عهدنا لا نرجع. الله 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 الفنان العرب محمد عبده. يعني إذا هذا الافتتاح في أوبريت سوق عقاض، لكم أن تتخيلوا باقي الفعاليات الفنية الموجودة في موسم الطائف مصيف العرب. حيكون في طبعا مجموعة من نجوم الفن العربي لإحياء الحفلات الغنائية في سوق عقاض، وهم كل من عبادي الجوهر، داليا مبارك، حسين الجسمي، أصالة، وأحلام. طبعا أخيرا في اختتام حفلات كلها أسماء كبيرة، ابتداء من فنان العرب لكل الأسماء اللي ذكرتها. فعلا أداء فنان العرب محمد عبده كان تحفة، أسطورة. يعني كان يعني هو كالعادة، إحنا خلاص يمكن ما بنتكلم عن يعني عن إمكانياته الفنية، بس إحنا نعجز أصلا نتكلم عنه، لأن أنت بتتكلم عن شخص أدى كثير وقعد على كثير مسارح وغنى فيها، ولا زالت لا قوة إلا بالله نفس الوقفة. يا ما علينا إلا أن نتلذذ بهذا الأداء. يا ما والله يا جماعة الخير، خطوط مرت وإحنا نسمع محمد عبده يخلص الخط. محمد عبده ما شاء الله عليه، صحيح، الله يطول بعمره إن شاء الله.